بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو اليوم بدي أحكي عن دورة المبيعات بدون تتبع، يعني بدنا نعمل مستندات مستقلة عن بعضها البعض. طبعا دورة المبيعات بتبلش عرض السعر، طلبية البيع، إرسال المبيعات إلى الزبون، بديله فاتورة، هو بيرجع لنا مبيعات، وبعدين بنقبض المستحق من الزبون. أول إشي بدنا نبلش فيه عرض للسعر. طبعا عادي يعني مش راح يعتمد عليه اشي مستقبلا، يعني معرفة اول ايش بدنا نعرف رصيد البضاعة، طبعا يجي على المخزون تقرير وارصدة البضاعة موافق، هاي في عندي كل البضاعة. انا راح اطبق على الصنف الاول اللي هو زيت ذرة 3 لتر، وفي عندي 183 وحدة. الان بدنا نودي عرض سعر الى الزبون ادهم عبد الواحد، اللي هو عبارة 10 وحدات زيت 3 لتر بسعر بيع 30 شيكل. فمنروح على مبيعات وعرض اسعار. طبعا تجينا هذه الشاشة، في عندي عروض اسعار بعدد 8 عروض انا كنت مودي. الان بدي اعمل واحد جديد، تاريخ اليوم. الان بختار الشخص اللي بدي اوديله ادهم عبد الواحد. الآن البضاعة اللي هي زيت ذرة 3 لتر، بنلاحظ هنا في عندي كم وحدة اللي 183 وهي السعر، بختارها. الكمية بحطها 10 حسب ما أنا حاطط، والثلاثين بخليها 30. ممكن أغير يعني 30، ولكن بدنا نخليها مثل السعر الافتراضي. إضافة، الآن هاي نضاف عند السطر، بقدر أضيف أسطر ثاني من خلال إني هنا أجي وأكرر المسألة، أو من خلال إني أكبس على الزائد هذه بضيف السطر جديد وبنكي، ولكن انا للتسهيل بتعامل مع صنف واحد فقط. الان بحكي لي هنا الضريبة 0، ايضا للتسهيل انا بحط الضريبة 0. خلص بعدها من الرحل نكبس هنا، ولكن مش مبينة، بعمل على كنترول الناقص حتى تبين الصفحة كلها. حفظ وطباعة بكل موافق، تطبع الصفحة معناته ترحل، وعمل لي سند A9 موافق. بعمل اغلاق، بعمل كنترول والزائد عشان تكبر الصفحة شوية. هاي A9، وهاي الشخص اللي احنا ودينا له عرض الأسعار. طبعا قيمة العرض بقيمة 300 شيكل، وهي غير مغلقة، غير مغلقة لأنه احنا بدنا نعمل منها فيما بعد اللي هو طلبية مبيعات. وطبعا عرض الأسعار وبضل هو غير مغلق شو ما عملنا بعده، عملنا طلبية إرسالية فطور بضل ايش مفتوح. طيب تقرير البضاعة، طبعا البضاعة لم تتأثر، يعني التقرير الأول اللي احنا شفناه قديش بكل في عندي بضاعة 183. لو أنا بعد المستند هذا أطلع تقرير جديد بأرصدة البضاعة راح يظلوا نفس الاشي، بنلاحظ كام 183. يعني عرض الأسعار هو لا يؤثر وليس عملية مالية أصلا، هي مثل عملية دعائية. طيب نيجي للي بعده، بدنا نعمل طلبية مبيعات. طبعا احنا ودينا عرض سعر للزبون اللي هو ادهم، عجبه فودى لي طلب بده يطلب هذا العرض. الان في عندي طريقتين، ممكن ادخل الطلبية هذه من خلال عرض السعر، يعني بناء على عرض السعر، او بدونه، يعني بكون بنسميه طلبية عادية، او ممكن على سبيل المثال انه يعني هذا الزبون طلب مني هذه الوحدات بدون ما اودي له انا عرض سعر، بدون ما اودي له عرض سعر، هو يعني احتاج ل10 وحدات، فممكن يودي لي رسالة ويطلب فيها البضاعة. طيب اذا ممنوع انا اجي هنا على عرض سعر واعلم واكبس على الطلبية، ممنوع، انا بديش نعمل هيك. طب شو بدنا نعمل في هذه الحالة؟ بدنا نيجي على المبيعات واختار طلبية مبيعات، يعني من الصفر بدي ابلش فيها. بلاحظ هنا في عندي طلبيات مبيعات عدد 7. الآن بدي أعمل على طلبية مبيعات جديدة تيجي فاضي، بدي أعبيها من الصفر. الآن الشخص اللي طلب اللي هو الزبون اللي هو أدهم عبد الواحد، يعني هنا يا جماعة بدنا نتصرف وكأنه ما فيش عندي عرض سعر نهائيا، وهذا الشخص يعني طلب مني هذه البضاعة هيك، يعني هو احتاج لهذه البضاعة وبده إياها. نختار هنا زي الذرة، العدد 10 والسعر 30، إضافة، خلص هاي نضاف السطر. الآن إذا بده هو يطلب أمور ثانية بضيفها، إما بكبس على الزائد أو من هنا وبعمل إضافة. الضريبة للتسهيل 0، خلص
بعملها ايش؟ برحل، بعمل ترحيل، كنترول والناقص عشان اشوف الصفحة، حفظ وطباعة وموافق. هاي انطبع، معناته ترحل، وصار في عندي مستند اللي هو ايه، 8 اعتقد. نعم، ايه 8. خلينا اكبر كنترول الزائد. اذا هذا هو عبارة عن ايش؟ طلبية مبيعات، طلبية مبيعات واردة من الزبون أدهم عبد الواحد، وقيمتها 300، وهي مستقلة، وهي نوعها غير مغلقة، مفتوحة. وطبعا احنا لما نعمل كل مستند مستقل عن الآخر بيظل مفتوح غير مغلق. طيب، نوع الإغلاق للطلبية اللي هي غير مغلقة. نوع الإغلاق لسعر العرض الأسعار طبعا غير مغلق، مثل ما حكيت لكم كل المستندات بتكون غير مغلقة. بالنسبة للبضاعة، البضاعة الحقيقة لم تتأثر بهذه هذا المستند. احنا عندنا تقرير الأرصدة، هي موجود 183. لو نطلع تقرير كمان مرة أرصدة موافق، بيطلع عندي أيضا ايش؟ 183. طيب، نيجي للي بعده. بعد الطلبية في عندي إرسالية مبيعات وعادية، يعني احنا بدنا نرسل بضاعة اللي هي 10 وحدات إلى الزبون أدهم بدون ما هو يكون في عنده ايش؟ طلب. ممكن من سبيل الترويج مثلا، أو ممكن مثلا إنه يقول للشوفير إنه خذها ل10 وحدات على الزبون، ممكن يعني تزبط معنا ويشتريهم منا نبيعهم يعني. فهنا بدنا نعمل إرسالية. إرسالية، خليني أغلق هذه النافذات، أبلش من الأول. طبعا هنا بحكي لي أول إيش بدنا نطلع؟ رصيد المخزون والميزانية. رصيد المخزون لأنه هنا في عندي أثر على الكمية راح يصير عندي، وراح تتأثر الميزانية. فبدي أعمل رصيد المخزون اللي هو تقرير بأرصدة المخزون موافق. في عندي 183 مثل ما شفنا، وفي عندي الميزانية بدي أشوفها، لي محاسبة تقرير وميزان مراجعة وتقارير. أنا بختار آخر سنة موافق، وبعمل قائمة المركز المالي. هاي قائمة المركز المالي منا نشوف اللي هو بضاعة آخر المدة 14960. 14960 مثل ما احنا شايفين. طيب، الآن حطينا هذول القوائم أو التقارير. الآن هنشوف كله بناء على طلبية المبيعات مشطوبة. هذه تلاحظوا شو حطت عليه أنا، مشطوبة، يعني بديش أروح على طلبية المبيعات وأعمل منها الإرسالية، لا، بدي أعمل الإرسالية بشكل مستقل من الصفر. أرسل يعني وكأنه أنا موظف بعرفش إنه في طلبية مبيعات أصلا. أرسل المحل من المستودع الرئيسي إلى زبون أدهم هذه البضاعة. فأنت كشخص قاعد في المستودع بدك تثبت هذا الإرسال اللي هو سند إرسال. شو بدنا نعمل؟ بدنا نيجي على مبيعات وإرسال مبيعات، إرسالية مبيعات. الآن في عندي أنا إرساليات سابقة بعد 7 إرساليات، لم بدي أعمل إرسالية مبيعات جديدة. الآن هنا أجتني صفحة جديدة، بختار اسم الزبون اللي بدي أوديه له اللي هو أدم عبد الواحد، وبختار البضاعة اللي بدي أوديه إياها اللي هي زي الذرة، والكمية اللي هي 10، وخلص هنا يعني ما في عندي معلومات عن السعر، لأنه هنا فقط أنا بودي إيش كميات. هاي في عندي زي الذرة الكمية 10 والمجموع 10. طيب بعده رحل، حفظ وطباعة موافق. هاي انطبعت رحلت، معناته في عندي مستند رقم A8، هذا بيمثل إرسالية مبيعات. هيها هذه إرسالية مبيعات إلى الزبون أدهم، وهي ما في عندي قيمة نقدية، الآن هي غير مغلقة وراح تظل غير مغلقة لأنه إحنا بنعمل هنا كل مستند بشكل منفصل. نوع الإغلاق الإرسالية غير مغلقة. نوع إغلاق الطلبية المبيعات السابقة أيضا غير مغلقة. ليش؟ لأنه إحنا طلبية المبيعات السابقة ما عملناش منها الإرسالية، فبتظلها مفتوحة. تمنوا نعمل منها إرسالية أو فاتورة. نوع الإغلاق لعرض السعر، طبعا أنا حكيت عرض السعر بظل مفتوح.
طيب تقرير البضاعة، احنا فتحنا تقرير البضاعة او الرصيد يعني، الان بده ايش؟ ينقص، لانه احنا ارسلنا 10 وحدات، فراح ينقص 10 وحدات. خلينا نشوف تقرير البضاعة. باجي على مخزون، تقرير بالارصدة، وموافق. قديش انا عندي هنا؟ 173. قديش كان عندي قبل؟ 183. من 183 ل 173 انخفض 10، انخفض اللي هن ال10 اللي ارسلناهن للزبون. طبعا هذا الانخفاض في المخزون هو راح يظهر في الميزانية ايضا. هنا الميزانية المخزون موجود فيه بضاعة بقيمة 14960 شيكل. 14960 ايش؟ شيكل. الان طلع منهن 10 وحدات. الان ال10 وحدات هذولا سعرهن 30، بس شو تكلفتهن؟ اعتقد 20 التكلفة. عشان نعرف شو تكلفتهن خلينا نعمل التقرير التالي، اللي هو تقرير اسعار البيع والشراء. ماي موافق، اللي هو ذرة 3 لتر سعر شراءه 20، اذا تكلفته كم؟ 20. يعني هذه، خليني بس اعمل هيك، التكلفة تساوي ايش؟ 20. 20 شيكل للوحدة. اذا هذول ال10 في 20 قيمتهم النقدية بالتكلفة 200 شيكل. يعني بالنسبة للميزانية هنا راح يزيد عندي كام؟ لو كمان مرة 10 في 20 200. 200 بده ينقص لأنه هذا إرسالية، فهنا راح يصير قيمته، خلينا نكبر بس، 14960 بده كان منه 200 بصير 14760. خلينا نقص. طيب الآن خلينا نعمل الميزانية جديدة حتى نشوف انخفاض بالتكلفة بقيمة 200. نيجي على محاسبة تقرير وميزان المراجعة وتقارير آخر سنة، وافق قائمة المركز المالي. الآن بنلاحظ المخزون كم قيمته؟ 14760 مثل ما احنا شايفين. الآن كم كانت قيمته قبل؟ 14960، انخفض. الانخفاض هذا هو يعبر عن ايش؟ يعبر عن البضاعة اللي احنا ارسلناها للزبون، هي تكلفتها علينا بقيمة 200. وطبعا المخزون بكون مقيم بالتكلفة او القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل. طبعا احنا خلال الفترة بنكم نثبته يعني بالتكلفة، لان نهاية السنة لما نعمل جرد بنعرف يعني القيمة القابلة للتحقق، وهناك بنقارن بعدها. موضوع ثاني. طيب هذا بالنسبة للإرسالية. إذا هي أول مستند له أثر على الكمية، أثر إيش على الكمية؟ وأثر مالي على المخزون يعني القيمة النقدية اللي فعلا التكلفة يعني. الآن بدنا نعمل فاتورة مبيعات وبشكل مستقل، يعني وكأن المحاسب بده يحرر الفاتورة لهذا الزبون اللي احنا بعناه 10 وحدات، ولا يعلم انه احنا يعني ودينا رسالية يعمل منها الفاتورة. كيف بده يعمل الفاتورة في هذه الحالة؟ طبعا لاحظوا بناء على الارسالية السابقة مشطوبة يعني ممنوع تعمل من الارسالية. حرر المحل فاتورة المبيعات الى ادهم. شو بدنا نعمل؟ طبعا قبلها بدنا نعمل شيء، قبل ما نفتح 3 امور: رصيد المخزون وقائمة الدخل والميزانية. اذا خليني أبلش من الأول، بدي أفتح هنا اللي هو رصيد المخزون. هاي المخزون 173. بدي أفتح أيضا اللي هو قائمة الدخل والميزانية العامة. هنا سنة موافق، لا من قائمة الدخل، وبدي أيضا منها قائمة المركز المالي. خلص هذا بيلزمنيش، بقدر اغلقه. اذا عندي هاي 3 تقارير. الان بعد ما اعمل المستند بدي اشوف هذول شو بده يصير فيهم. بدي اعمل انا فاتورة مبيعات. كيف بعملها؟ باجي على مبيعات،
لاحظوا بروحش على الإرسالية وبعمل من الإرسالية، لا هذه بشكل مستقل بدي أعملها، بكبس على فاتورة المبيعات، طبعا مبين عندي ثمن فواتير مبيعات معمولة من قبل، بكبس على فاتورة مبيعات جديدة، بختار اسم الزبون اللي هو أدهم عبد الواحد، بختار البضاعة اللي هي زي الذرة، بختار الكمية. طبعا بتلاحظوا هنا انه اللي لما نعملها بالتتبع اريح، لانه فيش داعي ادخل اشي الا بس اول مرة، وبعدين كله يعني نقل من اسعار بيع، نقل من طلبية مبيعات، ولكن هنا بدنا نعمل كل شيء منا. واذا كان مثلا عندي هنا مثلا 20 30 اسطر بده يعني وقت وانا احط فيهن، انا فيش عندي فقط للسهولة الا سطر واحد اللي هو زي الذرة قطعة 10 وحدات ب 30 300، والضريبة طبعا ايش 0 ما ننساش. خلص الآن بدنا نعمل ايش ترحيل، هاي بنعمل حفظ وطباعة موافق، هاي طلعت الطباعة. الآن في عندي ايه 9 رقم فاتورة المبيعات لهذه، طبعا هي فاتورة أرسلناها إلى أدهم حتى نطالبه في مبلغ هذه ايش الفاتورة. طيب خلينا نشوف اظهرها. نوع الاغلاق للارساليه غير مغلق، طبعا الارساليه السابقه لانه احنا ما عملناش منها يعني فاتوره بظلها مفتوحه. طبعا حكيت لكم كل المستندات لما نعمل احنا مستندات عاديه مستقله كله بكون ايش غير مغلق، كله بكون مفتوح. طيب رصيد المخزون، المخزون بعد الفاتوره هنا راح يؤدي ينخفض في العادي، في العاديه هنا المخزون رصيد المخزون ايش راح ينخفض. ليش؟ لانه انا ما ربطتش هذه الفاتورة بالارسالية السابقة، وكأني انا هنا يعني بعت ادهم بضاعة غير الـ10 اللي ارسلت اياها، هيك معناها. لانه اذا انا بدي اعمل فاتورة للارسالية السابقة لازم اعمل من الارسالية، لانه بصير في هذه الحالة اذا انا عملتها بشكل مستقل هناك بخصم 10 وهنا راح يخصم 10. اذا في المستقل لما اعمل فاتورة مستقلة تلقائيا بخصم قيمة البضاعة اللي انباعت، اما اذا كان انا عاملها من ارسالية بخصمش، بفهم يعني البرنامج انه انخصمت في الارسالية، هنا بس بنثبت الاثر المالي وخلص. اذا هنا مدامها عادية مش مربوطة بالإرسالية السابقة، معنى ذلك إن هذه مبيعات مستقلة، وإحنا بعنا هذا الشخص 10 وحدات غير اللي قبل بسعر 3، وهذول الـ10 طلع من المخزون، إذا المخزون راح ينخفض الآن. إذا باجي على المخزون أتأكد، مخزون تقرير، تقرير أرصدي وموافق. الآن المخزون في عندي 163، المخزون كم كان في عندي؟ 173، انخفض 10. السبب هو فاتورة المبيعات، فاتورة المبيعات. طيب المخزون بعد الفاتورة اليومية، طبعا في عندي قيد محاسبة اللي هو من حساب الدين المدينة إلى حساب المبيعات، محاسبة، تقرير، تقرير دفتر اليومية. أنا ما عددتش. طيب خلينا نشوف ندور عليه اللي هو ايه طبعا بدغلك، انا بدي يعني احدد اكثر، بدي انا اختار فاتورة المبيعات، يعني بدي القيد من فاتورة المبيعات اللي هي اخر فاتورة بدها تكون اللي هي A9. هيو ادهم مدين ب 300، وفي عندي 300 مبيعات مواد غذائية، طبعا الضريبة 0. طيب قائمة الدخل راح تتأثر انه المبيعات راح تزيد، طبعا احنا كم بعنا؟ 10 في 3 300، المبيعات راح تزيد 300. طبعا قائمة الدخل هنا المبيعات 1600، الآن راح تصير 1900. خلينا نشوف محاسبة، تقرير، وميزان مراجعة، اختار هنا آخر سنة، موافق، قائمة الدخل، موافق، هيو 1900. اذا زادت المبيعات، زادت 300. بالنسبة للميزانية راح يزيد ايش المدينون، وراح ينخفض المخزون، راح ينخفض المخزون. الان
إذا كان إحنا عاملين إرسالية وربطنا هذه الفاتورة فيها، تأثير الانخفاض في المخزون بيعكسه الإرسالية، ولكن لأنه إحنا عملنا فاتورة مبيعات مستقلة فهذه هي راح تعكس الأثرين اللي هو انخفاض المخزون وزيادة الذمم إيش المدينة. خلينا نشوف. طبعا أنا بدي أعمل ميزانية من هذا الكشف، بقول قائمة مركز مالي موافق. المدينون هيو 1716، الآن المدينون هن إيش؟ زادوا 300. طيب نيجي على قائمة المركز اللي قبل، كانوا ذمم المدينة 1416 زائد 300 1716. طبعا ليش انا صار الي على الناس كمان 300؟ لانه بعتهم ما دفعوش مبيعات على الحساب. خلص. طيب نيجي نكمل. الان ممكن هذا الزبون يرجع لي بضاعة، رجع لي وحدة واحدة من هذه البضاعة هي بسعر 30 ومكلفة 20 والضريبة صفر. بدي ادخل طبعا المردودات دائما عادية، دائما عادية يعني بتنعمل بشكل منفصل. ولكن هل بدي اعمل اشي هنا؟ بدي افتح هذول الثلاث اللي هو اخر اشي، يعني هاي اخر ميزانية، هاي اخر قائمة دخل، هذه خلينا اغلقه، هاي اخر رصيد للبضاعة. الان اللي قبل بدي اغلقه، خلاص هاي اخر تقارير. طيب بدي اعمل مردودات، باجي على المبيعات وبختار مردودات مبيعات. في انا عندي هنا اربع مردودات مسجلة من قبل، بعمل مردودات مبيعات جديدة. لا بختار اسم الزبون اللي بده يرجع لي، ادهم عبد الواحد. لا بختار البضاعة اللي رجعت لي اللي هو زي الذرة، الكمية اللي هي 1 والسعر 30 اضافة، هيها اجت هنا. اذا في امور ثانية بترجع بأضيفها، اما عن طريق الزائد وبنكي، او من فوق من هون يعني بنكي وبعمل اضافي. طيب بدنا هنا نحط بس الضريبة صفر، ننساش. خلص الان بدنا نرحل، بكبس على حفظ وطباعة وموافق. خلص اترحلت وفي عندي ايه 5، يعني هذه هي خامس مردودات مبيعات. طبعا لعلمكم مردودات المبيعات اذا تكررت كثيرا في المشروع مؤشر ليس جيد، لانه ليش البضاعة بظلها ترجع، ممكن يكون في تلف في البضاعة، ممكن يكون مثلا مخالف المواصفات الى اخره. طيب نشوف التقارير ذات العلاقة، نشوف اليومية، في عندي قيد اللي هو من حساب مردودات مبيعات الى حساب الزبون اللي هو ايش ودالي، محاسبة تقرير يومية، اختار اللي هو طيب ماشي، نوع السند بدي اختار مردودات مبيعات عشان بس يجيب لي القيود عن مردودات المبيعات. اخر اشي هيو، هاي ادهم هو دائن رجع لي اشي ب30، وفي عندي مردودات المبيعات بقيمة كام؟ 30، اللي هي 1 في 30 هذه. خلاص الان بعده بدنا نفحص الرصيد بعد المردودات. طبعا الرصيد راح يزيد وحدة واحدة. خلينا نشوف. طبعا الرصيد هيو في عندي 163، راح يصير الآن 164. نتأكد. تقارير أرصدي موافق، هيو 164. إذا بنلاحظ إنه المخزون إيش زاد بسبب المرتجعات. في عندي قائمة الدخل، قائمة الدخل المردودات المبيعات راح تزيد وبسعر البيع 1 في 30 30. خلينا نشوف. طبعا هاي قائمة الدخل، مردودات المبيعات 180، راح نضاف عليها 30 بصير 210. خلينا نطلعها كمان مرة، محاسبة تقارير ميزان مراجعة آخر سنة موافق، هاي قائمة الدخل موافق، بتلاحظوا 210. إذا خلينا نشوفها. أنا عندي هنا قائمة القائمة المركز الدخل 180 كانت المردودات، الآن شو صارت؟ 210 زادت 30. طيب اللي بعده الميزانية،
طبعا بده ينخفض الذمة من المدينة لأنه رجع لي 30، فأنا بدي أنزل حسابه من حسابه 30، والمخزون بده يزيد ولكن بالتكلفة. طبعا الوحدة ب20، فالمخزون بده يزيد عليه 20. خلينا نشوف، بدنا نعمل ميزانية جديدة الآن. ميزانية، طبعا الميزانية القديمة هيها، هذا آخر ميزانية. بدنا نعمل ميزانية جديدة اللي هو من هذا الميزان، ميزان مراجعة، بكبس هنا فتطلع عندي ايش؟ ميزانية. الآن هاي بضاعة آخر المدة، خلينا أكبر، صارت 14580. طبعا هي زادت، 20، يعني كانت قبل 14560. نشوف المركز المالي القديمة، هيا 14560 زادت 20 المردودات بصير 80. الآن بالنسبة للذمم المدينة، ذمم المدينة كانت بقيمة 17716، 1716، راح تنقص الآن 30 لأنه هو رجع لي، إذا قديش بدها تصير الآن؟ اللي هي 1686. إذا هذا هو الأثر المالي لمردودات إيش؟ المبيعات. آخر إشي الزبون بده يدفع اللي عليه، بدي أطلع كشف حساب للزبون، بس خلينا نشوف، وبدي أيضا الميزانية. إذا الميزانية آخر واحد يخليها. طيب خلينا نغلق مرة واحدة، بعمل تحديث يعني، فبفتح لي الشاشة نظيفة. الآن بدي أعمل كشف للزبون، مبيعات، تقارير، كشف حساب الزبون. خليني أصغر الشاشة شوي. الزبون بختاره من هنا اللي هو أدهم عبد الواحد وموافق. هاي حسابه، اللي هو 270. هاي الرصيد النهائي في العمل الرئيسي، 270 شيكل بدنا منه. الآن بدي أطلع أنا ميزانية أيضا، ميزان مراجعة لسنة، موافق، اوكي، فقط خلص احنا بدنا ميزانية خلص. طيب الآن شو بدنا نعمل؟ بدنا نقبض منه الباقي. طبعا هو حسب الكشف لازم نقبض منه 270. طب بدنا نقبض براءة محاسبة، سند قبض، هذول سندات قبض سابقة، بعمل سند قبض جديد، بكتب اسم الشخص اللي بدي اقبض منه أدهم. الآن مكتوب هنا 270 موجب، معناته هو مدين بدي اقبض منه 270. لو بالسالب هو بده مني، بكتب هنا 270، 270. باجي هنا نقدا، طريقة القبض، هنا بدي احدد اي صندوق رئيسي، وهي حط لي هنا 270 جاهزين. اذا بكبس على حفظ وطباعة، الآن هو جاب لي هذه الشاشة الفرعية بكل يعني هذول ال 270، يعني كيف يوزعهم، انه في عنده فاتورتين. هو الفاتورة الاولى يعني المبلغ المدفوع، في عندنا 60، وفي هنا عندي عفوا شوي، هو هنا يعني برتب لي انه انا المبلغ اللي انا بدي ادفعه يعني عن ايش، يعني في هنا فاتورة A8 وA9، بدك تدفع هنا 60 وهنا بدك تدفع مثلا 210. انا بقدر اعمل تجاهل لهذه الويندو يعني. هنا بكبس موافق، خلص تم ترحيل السند وتم عملية القبض، طيب رحلنا الآن كشف حساب الزبون، المفروض يصير الآن صفر. هاي حسابه، كشفه 270. الآن بدنا نعمل كشف جديد لهذا الزبون أدهم، وافق، هاي حسابه شو ماله؟ صفر. الرصيد بالعملة الرئيسية صفر. في عندي قيد يومية اللي هو محاسبة، تقرير، دفتر يومية، بقدر أنا أختار هنا اللي هو سند القبض، موافق، بعطيني بس كل القيود اللي هي عن سندات القبض. آخر سند هيو أدهم، هو أعطاني دفع 270 وأنا قبضت في الصندوق 270. الميزانية طبعا الصندوق راح يزيد والمدينون راح ايش؟ ينقصوا. طبعا المبلغ المقبوض 270، لذلك انا حطيت هنا في عندي ميزانية. لا بدي اعمل ميزانية جديدة،
بكون محاسبة، تقارير ميزان مراجعة وتقارير مالية، سنة، وافق، وهي ميزانية. لو نيجي على الميزانية السابقة، الصندوق أيوه 42119، هنا 42379، زادت بقيمة 270. الآن المدينون أيوه 1686، الآن المدينون راح ينقصوا 1416، نقصوا 270. خلص بهذا الشكل احنا يعني بنكون غطينا ان شاء الله دورة المبيعات بدون تتبع، يعني نعمل كل مستند بشكل مستقل عن الاخر. ارجو انه يكون الفيديو واضح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.